تعرضنا للقصف من أكثر من شهرين، وكانت نتيجة القصف من حواجز قبيبات الهدى ومن ترابيع حلفاية، وأدت إلى استشهاد أكثر من 20 شهيد في مدينة اللطامني وحول ما حولها، الزكاة، حصراية، والأربعين. تتعرض هذه المدينة لقصف همجي من قبل القوات الروسية. طبعا هذا الأمر بعد مؤتمر سوتشي أو بعد المؤتمر الأخير اللي حصل، اللقاء القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا. هذه النتائج التي نحن قد حصلنا عليها منذ أكثر من 10 أيام. القصف مستمر من دون توقف. يكون يعني هذا مستوي سوي بالحمول. والله كل شيء ضل هون باللطامني على طول ضرب على اللطامني، ليل مع نهار ما بوقف الضرب. يعني الله يخرب بيتهم، ما ضل عالم نسبي قليلي، كل شيء ضل هون ما معه حق ربطة الخبز. المعهم مصاري طلعوا برات اللطامني، ما معه ضل هون. في والله عالم متخبي بالمغر على طول، ليل مع نهار في ضرب.